وصلنا لأرض الوطن من جولة أوروبية. عملنا على إجراء مجموعة اتفاقيات مذكرات تفاهم من أجل توثيق العلاقات الاستراتيجية في مجال الاقتصادي الثقافي والأمني، وأطلب من وزارة الخارجية العمل على متابعة هذه المذكرات، وكذلك تم التطرق إلى الورقة البيضاء الورقة الإصلاحية ودعم الدول الأوروبية للورقة الإصلاحية من أجل تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية المالية. وسوف نعقد اجتماع لمجلس الوزراء كل 3 أشهر لتقييم الإجراءات فيما يخص المذكرات التفاهم مع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، ومن ثم تقييم الأداء في عملية إصلاح في الورقة البيضاء. شكرا جزيلا.